ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومكان جديد. احنا النهارده هنصور حاجات حلوه قوي، اطباق بلاستيك بتدخل الميكروويف وغسلت الاطباق، وكمان معانا اطباق ملامين تشكيله كبيره جدا. احنا هنا فين؟ احنا هنا في سنتر 50 واو امام محطه المترو شارع الخارجه الناحيه الشرقيه. هوريكم النهارده بقى حاجات كتيره جدا من الادوات المنزليه. لو حابه تجددي مطبخك في حاجات هنا حلوه قوي وباقل الاسعار. بصوا عندهم كل حاجه موجوده في المكان، وفي توصيل لكل المحافظات. هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم ارقام التليفون للتواصل. لو محتاجه اي حاجه تقدري تتواصلي معاهم. لو مش عايزه تيجي، احنا هنا في المطريه يا حبايبي، يقدروا يوصلوا لك اي حاجه لحد البيت. كملي بقى معايا الفيديو للاخر، هتشوفي تشكيله حلوه قوي وهتعجبك جدا. بصوا حبايبي، هنشوف بقى تشكيله الاطباق الحلوه دي بتدخل الميكروويف. وغسلت الاطباق اهي، ورينا المقاس ده كده يا بصبص. بصوا البلاستيك بتاعها حلو قوي ومختوم عليها اهي من ورا، جميله جدا. عامل كام المقاس ده؟ المقاس ده عامل 5 جنيه. المقاس ده عامل 5 جنيه. بصوا البوله قد ايه، شكلها جميل جدا بصراحه. دي كده عامله 5 جنيه، حلوه قوي. في بقى كل الالوان اللي هي التركي اللي انتوا بتحبوها موجوده. والمقاس الاكبر ده بكام؟ ده كده عامل 7.5. بصوا اهو برضو غويط وحلو جدا وصحي للاكل، عامل 7.5 جنيه. جميل، كل الوانه برضو موجود، يعني في ب5 وفي ب7.5. في معانا اطباق جميله اهي، كل الالوان موجوده منها، تنفع للتسالي، تنفع لاي حاجه زي ما انت حابه. دي كده عامله 7.5 جنيه، برضو بتدخل غساله الاطباق والميكروويف من كيتشن، جميله وكل الوانها جديده. معانا برضو الاطباق دي حلوه قوي، دي كده ب10 جنيه المقاس ده، تدخل الميكروويف وغساله الاطباق، جميله جدا. بصوا حلوه قوي، شكلها عامل ازاي، ورسمتها جديده وجميله، وعليها الختمه اهو بتاع الميكروويف وغساله الاطباق، والالوان التركي كلها موجوده اللي انتوا بتحبوه. بصوا حبايبي، معانا هنا الازايز الحلوه دي، دي كده ازايز للاطفال بالشيليمو. في منها اشكال رمضانيه لسه موجوده، وفي الاشكال العاديه. إيه عامله كام الازازه دي؟ 15. دي كده عامله 15 جنيه، كل الاشكال دي كده موجوده منها. هنشوف بقى هنا اشكال اطباق حلوه قوي بجميع المقاسات اللي هي الملامين. بصوا كده معانا المقاس ده عامل كام؟ عامل 20. ده كده المقاس ده عامل 20 جنيه، ده ميلامين رقم واحد، وفي رسومات من جوه جميله قوي. وفي ده عامل 22.5 اللي هو الاكبر شويه، ينفع للخضار، ينفع للرز، حلو قوي واسعاره كمان جميله جدا. بصوا كده دي المقاسات اهي اللي ب20 وب22.5. في بقى كل الاشكال دي، الرسومات كده موجوده من جوه جميله قوي. وده كده الكبير شويه عامل 27.5. في كمان هنا اشكال كتيره ورسومات كتيره جدا، ده عامل كام؟ ده برضو ب27، يعني هنا بدايه من اول 20 لغايه 27. في بقى كل التشكيله دي كده اهي، وفي برضو ده، بصوا ده بقى كبير جدا برضو ب27 جنيه، في منه اشكال كتيره قوي اهو. بس عشان عايزه اوريكم حاجات كتيره، المحل حلو وفي حاجات حلوه قوي. لو محتاجه اي حاجه في توصيل لحد البيت. بصوا حبايبي، معانا بقى البرطمانات الجديده من كيتشن بالالوان الجديده، شكلها حلو قوي زي التركي بالظبط. الثلاثه كده للتوابل عاملين 22 جنيه. وفي المقاس الجديد ده برده شكله حلو ولسه نازل جديد، عامل كام؟ 32.5. بس مقاساته جديده والوانه كلها حلوه قوي. معانا برده هنا علب حلوه جدا للثلاجه اهي، وبرده بتدخل الميكروويف وغسلت الاطباق. الطقم ثلاثه؟ اه، في ب75 و40. فين ب40؟ ثلاثة. دول كده ثلاثة مع بعض ولا أربعة؟ ثلاثة مع بعض ب40 جنيه. طب وفينا ب70؟ ده ب75. الاثنين دول أربعة مع بعض، يعني أربعة ب75 وثلاثة ب40 جنيه. كل الألوان بقى موجودة منك. والعلبة دي حلوة أوي، دي سكرية مش كده؟ عاملة كام؟ عاملة 16 جنيه. 16 جنيه، جميلة. في منها اللون ده وفي منها اللون ده. كمان البرطمانات دي حلوه قوي، الواحده عامله 12.5 جنيه، كل الوانها موجوده اهي. عندهم بقى تشكيله كبيره جدا من برطمانات كيتشن. بصوا كل حاجه حلوه قوي عندهم. في كمان الطقم ده عامل كام؟ ده برده ب22، بس ده اربعه، ده اربعه مع بعض، اللي فوق ثلاثه. في كمان معانا البرطمانات الازاز دي حلوه قوي ب10. بصوا كده ده ب10 جنيه اهو، جميل جدا. اي واحد كده ب10. في منه بقى الغطا اشكال، اشكال كتير. وده كده عامل 20 جنيه، ده كله من كيتشن مش كده؟ ده كله كده من كيتشن. وده عامل 20، ده برضو عامل 20، اللي شكل الفراولايه.
في برضو منه ألوان وأشكال. في بقى مجموعة ملاحات عندهم برضو وعلب للرز بلبن، برضو العلب دي برضو بتخش الميكروويف وألوانها بقى حلوة قوي وجديدة. العلبة بكام؟ 12 ونص. اي علبه كده، هي بتبقى ازاز اهي، بتبقى ازاز والغطا بتاعها حلو قوي. انا عندي منها جميله ب 12 جنيه ونص. اي واحده؟ اي واحده ب 12 ونص. والملاحات دي دول ب 20. دول ب 20. 12 ونص دي ب 10. الاثنين ب 20. الواحده ب 20. تركي دي ولا دي ايه؟ دي تركي. الواحده ب 20 والملاحات اللي استلس 17 ونص. ودي دول الاثنين مع بعض ب 32. ب 32. الاثنين مع بعض ب 32. حبايبي معانا بقى البرطمانات الحلوه دي كده برضو للبكوليات، جميله جدا. دي عامله كام بقى؟ الواحده الصغيره ب 12 ونص والكبيره ب 15. بصوا دي كده الصغيره ب 12 ونص. تقدري تعملي بقى الفكره دي ثلاثه مع بعض كده، ما ياخدوش معاكي مكان في درفه المطبخ، تحطي فيها اي استخدام زي ما انت عايزه. والكبيره ب 15. والكبيره ب 15. دي في منها الوان ودي في منها الوان. وعلب البكوليات دي نزلت ثاني اهي ب 20 جنيه الواحده، جميله قوي. بتاخد بقى المكرونه الاسباجيتي، بتاخد حوالي كيلو، في منها الوان جميله اهي. في بتاع ماكس، في بقى من شركه ماكس هنا. ده ايه بقى؟ ده بتاع البكوليات. بصوا قد ايه. بكام ده؟ الاثنين مع بعض ب 65. يعني دول علبتين جوه بعض، علبتين جوه بعض كده ب 65 جنيه. شركه ماكس طبعا معروفه وحلوه قوي. والمقاس الصغير 50. دول برده اثنين مع بعض. بصوا دول كده ب 50 جنيه اهي، كل الالوان موجوده منها. والبرطمانات الحلوه دي، ده شفشق عصير 35 نازل جديد. ده شفشق عصير. بس مش باين، بس من غير ايد يعني، دورق من غير ايد جديد اهو. ده شكل جديد كده. بكام؟ ب 35 جنيه بس، جميل قوي. وفي كمان البرطمانات الحلوه دي ب 15 برضو من كيتشن. وفي معانا التوابل دي كده 40 جنيه، حلوه قوي. اربعه مع بعض ب 40 جنيه. ليهم قاعده ولا هم كده بس؟ بصوا اهي جميله. واللي هو الطقم ده الثلاثه، دول سته بكام؟ ب 40. ودول ب 40 برضو. والعلب الحلوه دي بقى علب برضو منظمات للثلاجه، جميله. عامله كام؟ العلبه ب 12 ونص. في منها بقى اشكال، يعني الغطا ده بيبقى شكل برضو، بتدخل الميكروويف وغسلت الاطباق. بصوا كده معانا طقم الجيلي ده اهو، حلو قوي. ينفع بقى لاي حاجه زي ما انت حابه، ممكن تحطي فيه ايس كريم، تحطي فيه مكسرات، تحطي فيه فواكه. اعمل لك كذا فكره ليه. بكام الثلاثه؟ ب 55 جنيه بس، جميل بصراحه. وفي كمان معانا اللي هي المقلمه دي على بعضها اربعه مع بعض. مش شرط مش شرط مقلمه، ممكن كمان للمعالق، ممكن لاي حاجه. عامله كام؟ 27 ونص لاربعه مع بعض. والبلاستيك بتاعها حلو قوي، ليها كذا فكره يعني اهي، دي افكار. في كمان معانا هنا بقى علب اللي هي الوطنيه بكل مقاساتها وكل اشكالها. ده كده العلبه دي عامله كام؟ 10. بصوا كده المقاس ده عامل 10 جنيه، ده ولا كبير ولا صغير. في بقى منه الاشكال الحلوه دي. وفي كمان دي عامله 10. في كمان 17 ونص. دي ب 17 ونص، دي برده من الوطنيه اللي هي الاصلي عشان نازل منها التقليد. دي كده بتاعه الوطنيه. بصوا في اشكال اهي. والمقاس ده عامل كام؟ 22. ده المقاس ده 22 ونص. في المقاس ده ب 25. وفي المقاس ده ب 25. ده كده شغل الوطنيه الاصلي اهو. ده بقى المقاس ده كله كده ب 25 جنيه، اشكاله حلوه قوي. في المربع وفي المدور وفي الطويل. وده عامل كام؟ ده عامل 25 برده. يعني ده سعر ده برده الكبيره دي ب 25. في بقى في ده كده المستطيل وفي المربع، بس المربع حلو قوي كبير. ودي عامله كام؟ دي 22 برده، كل اشكالها جميله. عندهم تشكيله كبيره بصراحه، من كيتشن ومن الوطنيه ومن ماكس، كل الاشكال حلو. البرطمانات دي من كام لكام بتاعت ماكس؟ 20 و17 ونص. ده الميني بانيو اهو من شركه الاندلس، بس خامه البلاستيك بتاعته حلوه قوي زي الوطنيه، عامل 15 جنيه. كل الوانه بقى جميله اهي، حلوه قوي. وفي كمان معانا ده طقم الحمام عامل كام؟ 30. 30 الاثنين دول كده، الاثنين مع بعض عامل 30 جنيه. طقم الغسيل ده عامل كام؟ ده 70. ده ب 70 من شركه ماكس. بصوا الوانه جميله قوي، ده كده عامل 70 جنيه. في الوطنيه قدام، وفي الوطنيه اهو. بصوا ده شكل الغساله من الوطنيه، 70 الصغير و85 الكبير اهو، اشكاله جميله قوي. طب وده البني ده؟ ده
35 ده ب 35، ده بياخد حوالي 2 3 كيلو صح. كل الاشكال حلوه قوي اهي، بصوا كده نشوف بقى تشكيله حلوه قوي من المنظمات، كل المنظمات موجوده. إيه هنشوف مثلا المنظم ده عامل كام، ده ب 17.5 حجمه كبير، وده ده ب 30، ده كله من الوطنيه. دي كده كل منظمات الوطنيه، والمقاس ده 25، كل الوانه برضو حلوه قوي اهي. والمنظم اللي هو شبه الكوبي بتاع ايكيا اهو، في منه البينك، في منه البينك وفي منه الوان كتير اهو، كل الوانه حلوه قوي موجوده. والعياشه دي عامله كام؟ 27. العياشه دي 27.5، ودي واللي جنبها ب 27.5. شويه حاجات هنا حلوه قوي، يعني لو عايزه بقى تجددي مطبخك كده هتلاقي هنا كل حاجه موجوده. يا رب يا حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. وسنتر 50 واو في كل اللي يخطر على بالك من رفيع المطبخ، من احذيه وشنط، حاجات كتيره جدا عندهم. احنا هنا كده في المطريه في توصيل لكل المحافظات سواء جوه مصر او بره مصر. هسيب لكم رقم التليفون في اول تعليق مثبت، هو امام محطه المترو شارع الخارجه في المطريه. سنتر 50 واو يعتبر اكبر محل في المطريه. تعالوا كده اوريكم عشان لو عايزه تيجي. بصوا كده يا حبايبي هنا محطة المترو اهي، هو قدام محطة المترو، هتعدي بس الرصيف خطوتين اتنين قبليه حلواني. ده بقى المكان، المكان كبير جدا اهو، في بقى كل حاجة زي ما انت عايزة كده. بصوا عندهم بقى منظمات وعندهم احذية، كل الاحذية لو محتاجة مثلا حاجة للعيد في كل حاجة. سنتر 50 واو يا حبايبي في كل اللي يخطر على بالك. ما تنسيش بقى تمرحنا باللايك والاشتراك، وطبعا مستنية رأيكم. مع السلامة.